السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. في الفيديو ده هنتكلم عن الكشاشان والنفوق عند الكتاكيت. الكتاكيت وهي صغيرة بتبقى مناعتها ضعيفة، طبعا بتبقى عرضة لأي تعب وأي مرض، سواء كشاشان أو ضعف عام عموما في النمو أو في النشاط أو في أي حاجة، أمراض معوية، إسهالات وكل الكلام ده. لكن تحديدا الكشاشان هو مرض شائع جدا في وسط الكتاكيت، وله سبب رئيسي أو أسباب رئيسية وأسباب فرعية هنتكلم عنها بالتفصيل، ونقول لك إزاي كمان ممكن تعالجه لو هو موجود عند الكتاكيت بتاعتك. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم تكون عارف ان الامراض انواع، يعني الكتاكيت او الفراخ لما بيجي لها امراض، في امراض بتيجي للكتاكيت وهي صغيرة، وفي امراض بتيجي للكتاكيت لما بتكبر شوية، وفي امراض بتيجي للكتاكيت لما تبدأ تنتج وتطلع انتاج من البيض. ولازم تكون عارف ان الوقاية قبل ما يحصل المرض هي افضل حل، لانك فعلا هتاخد وقت طويل عقبال ما تعرف تعالج المرض، خصوصا الامراض الصعبة اللي زي الكشاشان اللي بينشأ عن مشاكل معينة في النمو أو مشاكل في إخراج الكتكوت من البيضة، يعني مشاكل في الأساس بتاع التفقيس ويعني إخراج الكتاكيت من البيض، مشاكل أساسية من البداية مش بتحصل بعد كده. فلذلك ركز معايا بالتفصيل علشان نفهم إزاي ممكن نتلاشى مشكلة الكشاشين. طبعا إحنا عارفين الأساسيات العامة اللي ما بنقول لكم عليها من نظافة وتهوية وكل الكلام ده، لكن خد بالك بقى المرة دي مش هي أهم حاجة. في كل فيديو بنقولك إن أهم حاجة هي النظافة، وأهم حاجة هي التهوية، وأهم حاجة هي تغيير المياه باستمرار وتنظيف على طول، الأكل يكون نظيف والمياه تكون نظيفة وكل الكلام ده والتشميس وكل حاجة. لكن في مرض زي الكشاشان اللي بيؤدي إلى نفوق عند الكتاكيت، المشكلة بتبدأ من قبل ما تاخد أنت الكتكوت أصلا. هتقول لي إزاي؟ أقولك المشكلة بتبدأ وأنت بتشتري الكتكوت. يعني أنت وأنت بتشتري الكتكوت لازم تركز كويس جدا في علامات معينة موجودة في الكتكوت وانت بتشتري، لان انت اصلا لازم تشتري من مكان ثقة. لو انت يعني مش ضامن المكان فلازم تبص على العلامات اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة، لكن انت لازم كمان تختار المكان كويس جدا اللي هتشتري منه الكتاكيت. طبعا انا مش بتكلم عن الناس اللي هي بتطلع الكتاكيت في البيت عندها وبتعمل التفقيس والترقيد عندها في البيت، لان هم كده هيبقوا ضامنين بنسبة 100% لان الاصل عندهم، لان هم اللي مطلعين الكتاكيت على ايديهم وشايفينها وشايفين الديك والفرخة اللي هم الاصل صحتهم عاملة ازاي، فهم بيبقوا عارفين الكتاكيت طالعة صحتها كويسة ولا لا. انما الازمه بتحصل فين يا جماعه؟ الازمه بتحصل لما الناس تشتري الكتاكيت من بره، وساعتها لازم يركزوا كويس جدا. اول حاجه يكون مكان ثقه، تاني حاجه يبصوا على العلامات، واول علامه معانا هي ان الكتكوت ده لما بتيجي تقلبه على ظهره بيتعدل لوحده. دي اشهر علامه وكل الناس عارفاها، يعني حتى اللي ما عندوش خبره عارف الموضوع ده. الكتكوت لما بتقلبه على ظهره فيتعدل لوحده بسرعه، ده دليل ان هو نشيط وصحته كويسه، ويعني ما فيهوش اي مشاكل نمو باي شكل من الاشكال. كمان تبص على اي فتحات في الكتكوت، يعني فتحه المناخير والعيون و كل والمنقار ومخرج البراز او مخرج البيض بعد كده لما يكبر. تبص على كل الفتحات تلاحظ ايه بقى؟ تلاحظ ان مفيش اي افرازات غريبة في الفتحات دي، مفيش اي افرازات. لو في اي افرازات غريبة او ليونة كده عند فتحة الاخراج، حاجات كده لازقة ولا اي حاجة، ده دليل ان هو مش صحيح ومش سليم، عنده مشاكل في الهضم، عنده مشاكل عموما. ما تختاروش وما تنقيهوش ابدا وتبعد عنه تماما. حلو. برضو لازم تركز على علامات مهمة تانية، واهم علامة بقى يا جماعة، اهم علامة هي اللي لازم نركز عليها، هي السرة بتاعة الكتكوت.
سرة الكتكوت هي الحاجة اللي بنطمن منها، هل هو هيبقى عنده كشاشان، هيبقى عنده نفوق مفاجئ بيحصل بسبب التهاب السرة ولا لا. نبص على السرة نلاقيها طبيعية كده زي سرة اي كتكوت معروف، يعني من طبيعي ما عندوش امراض، ولا فيها التهاب ونشفة ومحجرة كده؟ ساعتها احنا نبعد عنها فورا، نبعد عنها تماما، علشان دي دليل قاطع ان الكتكوت ده عنده مشاكل. بعد كده بقى بنبدأ نربي الكتكوت صح، عشان ممكن يجيله الكشاشان ده، والمشاكل دي ممكن تجيله بسبب سوء التربية. درجات حرارة سليمة، يعني في الشتاء درجة الحرارة ما تقلش عن 32 درجة، يعني هو كتكوت صغير لازم نحافظ عليه في مكان دافي ما تقلش عن 32 درجة، وكل ما بيكبر بقى ممكن نقلل درجة الحرارة، او يعني لما يبقى فرخة بياضة مثلا ممكن تعيش في حاجة و20 درجة عادي، مفيش مشاكل، مش هيبقى برد بالنسبة لها. انما الكتاكيت وهي صغيرة درجة الحرارة في الشتاء او في الصيف ما تقلش عن 32 درجة عموما، كده كده انت بتقفل على كتكوت في مكان معين. درجة حرارته بقى ياخدها من الغرفة ولا ما ياخدهاش من الغرفة، تعمل له تكييف او ما تعملوش تكييف، كل التفاصيل دي مش هي الاساس. الاساس انه يكون درجة الحرارة بتاعت المكان اللي هو قاعد فيه ما تقلش عن 32 درجة، وما تزيدش برضو عن 32 درجة. انت بتستقبله على محلول معالجة الجفاف او على المية بسكر، سواء ده او ده كله هينفع باذن الله، وبتربيه لمدة شهر على العلف ال 21% بروتين، ويستحسن 23% بروتين لو لقيته في السوق ولقيته متوفر قدامك، تمام؟ لمدة شهر بقى بتربيه على كده. التهوية بقى، التهوية يا جماعة هي العنصر الثاني المهم جدا. يعني احنا قلنا اول حاجة ان ما يكونش عنده التهاب سرة، تاني حاجة بقى لما انت تربيه عندك وتبقى واثق ان هو ما عندوش التهاب سرة وما فيهوش اي مشاكل، تشوف بقى موضوع التهوية. لازم يكون في تهوية جيدة حتى لو في الشتاء، يكون في شباك يدخل هواء وشباك يخرج هواء، وما تكونش تهوية مباشرة. ليه بقى موضوع التهوية؟ علشان غاز الامونيا اللي بيطلع من الفضلات ما يفضلش موجود جوه، والاكسجين يتغير دايما ويتجدد، وعلشان الفرشه ما تبقاش مبلوله وما فيهاش رطوبه وكل الكلام ده. النظافه المستمره مهمه جدا للحفاظ على صحه الكتاكيت، دي حاجات ثابته بقى يا جماعه. طيب دلوقتي لو هو حصل فعلا ولقيت ان في التهاب سره وانت عايز تعالجه، العلاج بسيط جدا، معلقه من العسل الابيض ونص معلقه من الكركم على الميه اللي بيشربها الكتكوت لمدة 3 ايام متتالية. دي هتشتغل معاه علشان الامراض المعوية والاسهالات والكلام ده، وهتشتغل معاه برضو علشان الامراض التنفسية والكحة والخرخشة والعطس وكل الكلام ده وضيق التنفس، وهتنظف عنده الجهاز التنفسي لمدة 3 ايام. لسه ما تعالجش، ممكن تكمل 4 و5، لكن ان شاء الله هيتعالج من 3 ايام، ويبقى انت كده عالجت اي التهاب سرة او اي مشاكل تنفسية او معوية موجودة عند الكتكوت باذن الله، وهي يصحى معاك ويكبر ويبقى ما فيهوش اي مشاكل. لكن الاساس يا جماعه انك تنقيه سليم من البدايه، وانك بعد كده تعيشه في تهويه سليمه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول عن طريق اشعارات مباشره ليك من اليوتيوب، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده على قناه طيور فوق السطح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.